احنا في فيلم 19 بيت في السينما حاليا، وشهر اغسطس في فوي 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 المخرج عمر هلال، اول تجربه ليه، بطوله محمد فراج، نيلي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، وعدد من النجوم يعني ان شاء الله. ما هو ده شهر 8 وفي افلام تانية ان شاء الله بس حابب اتكلم عنها بعدين يعني. والله طبعا كان عندنا امل انه يعمل احسن من كده، بس بصراحه يعني برضو الفيلم نزل في موسم صيف، ويمكن مش انسب ميعاد، لكن اضطرينا ننزله دلوقتي لان الفيلم اوريدي اتعرض في مهرجان القاهره، وما كانش ينفع نستنى بعد العيد الكبير، فيمكن احنا ظلمناه شويه بالتوقيت، لكن يعني هو لسه مكمل في يعني سينما زي زاويه مثلا، كريم، او عدد من السينمات القليله يعني. اتمنى الناس تلحق تشوفه، واللي مش هيلحق يشوفه الفيلم هيبقى متاح بعد كده على شاهد، فان شاء الله يعني يتشاف كده ولا كده.